السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة الاجتماعيات، حل أسئلة الفصل الثاني. هاي الأسئلة مالته الفصل الثاني اللي هو صفحة 47 48. أسئلة الفصل الثاني عندنا اليوم راح نحل الفراغات، إلا السؤال الأول إلا الفراغات التالية. أولا يبدأ العصر البابل القديم، نكتب من نهاية سلالة أور الثالثة ونهاية سلالة بابل الأولى. زين، من يبدأ العصر البابلي القديم، من أبرز السلالات الحاكمة في العصر البابل القديم هي آيسين ولارسا وإشلونة. لأور نومو إنجازات عديدة، منها استطاع توحيد البلاد سياسيا وشهد عدو إنجازات عمرانية، ومن أشهر إنجازاته بناء الزقورة. من أبرز ملوك آشور سرجون الأكدي وابنه سنحاريب وحفيده آشور بانيبال. أهم القوانين في حضارة بلاد واد الرافدين هي قانون أورنومو وقانون إشلونة. السؤال الثاني، صح العبارة الآتية: السومريين من أقدم الشعوب التي استطاعت وضع الأساس لبناء الحضارة في القسم الشمالي من العراق القديم. الخطأ هو القسم الجنوبي وليس الشمالي. أوتو هيكال أحد الأمراء الأكاديين. الخطأ الجواب السومريين. تمكن سرجون الأكدي من تأسيس سلالة أور الثالثة اللي تمكن أورمو. ضم قانون حمورابي 282 مادة قانونية دون في الخط الهيروغليفي باللغة الأكادية، خطأ في الخط المسماري وباللغة البابلية. يعد حمورابي من أعظم القادة السياسيين والعسكريين، واتخذ من مدينة أكاد عاصمة له، سرجون الأكادي وليس حمورابي. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يأتي: نشأت الحضارات القديمة على ضفاف الأنهار. الاختيار يكون ضفاف الأنهار. أطلقت تسمية أرض السواد على بلاد الرافدين بسبب خصوبة تربته. حمورابي سادس ملوك سلالة بابل الأولى، العصر البابل القديم، حكم جد 42 عام. نجي على الرابع، عن الكتابة المستعملة في بلاد الرافدين كانت الكتابة المسمارية. السؤال الرابع، عرف ما يأتي: قانون لبت أشكار، وهو أحد القوانين العراقية القديمة والمدونة باللغة السومرية. مصطلح لوكال هو لقب أطلق على الأمراء أي الملك، وتعني بالسومرية الرجل العظيم. حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الأولى، تمكن من فرض الوحدة السياسية وتوحيد البلاد، حكم 42 عاما وترك لنا مسلة تضم 282 مادة قانونية متنوعة. عندنا الكتابة المسمارية وهي من أقدم الكتابة في حضارة وادي الرافدين، إذ عثر على ألواح طينية من مدينة الوركاء في أواسط الألف الرابع قبل الميلاد، وسميت السم المسمارية لأنها تشبه المسمار أو الوتد. سرجون الأكدي وهو أعظم القادة السياسيين والعسكريين، الذي قام بتأسيس أول إمبراطورية في العالم القديم عرفة الإمبراطورية الأكدية، دام حكمها قرنا ونصف، واتخذ من مدينة أكاد عاصمة له. نبوخذ نصر وهو من أعظم الملوك السياسيين وعسكريا، فضلا عن إبداعاته من ناحية العمران والبناء، وشملت دولته بلاد الرافدين وبلاد الشام. الأكاديون هم من أقدم القبائل المهاجرة من الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، سكنوا القسم الأوسط من العراق واختلطوا مع السومريين. أورنمو وهو مؤسس سلالة أور الثالثة، وقد استطاع توحيد البلاد سياسيا وشهد عهده إنجازات عمرانية، ومن أشهر إنجازاته بناء الزقورة، ويعد أورنو من أقدم المشرعين في التاريخ. نجي على السؤال الخامس، قارن بين الحضارة السومرية والحضارة الأكادية. أول شيء، الحضارة السومرية أقدم الشعوب العريقة التي استطاعت وضع الأساس لبناء الحضارة في القسم الجنوبي من العراق القديم والذي عرف ببلاد السومر. الحضارة الأكادية هي أقدم القبائل المهاجرة من الجزيرة العربية إلى بلاد وادي الرافدين، وسكنوا القسم الأوسط من العراق واختلطوا مع السومريين.
الحضارة السومرية شيدوا القرى والمدن وبنوا فيه البيوت والمعابد. مارست هذه الأقوام أنظمة سياسية وعادات اجتماعية متشابهة مع السومريين. هنا استخدموا الكتابة لتدوين شؤون حياتهم اليومية مثل مصروفات الدولة والمعابد وعقود البيع والشراء. هنا كانوا يتكلمون اللغة الأكادية الجزيرية نسبة إلى جزيرة العرب موطنهم الأصلي. نجي على السؤال السادس، يقول اذكر الإنجازات الحضارية لإنسان بلاد وادي الرافدية. الإنجازات الحضارية لإنسان بلاد وادي الرافدية هي هذه الإنجازات اللي 9 نقاط، العفو 11 نقطة، الإنجازات هاي الإنجازات الإنجازات الحضارية لبلاد وادي الرافدين في الكتاب. هذه أولا اكتشفوا الزراعة ونظموا الري الصيفي وضبط مواعيد الفيضان، اخترعوا الكتابة وأقاموا المدارس والمكتبات، اعتقدوا أن شكل الأرض قبة طافية في الماء المحيط بها، رسموا خرائط المدن والعالم المعروف آنذاك مثل خريطة روما وخريطة مدن نوفا. أيضا أبدعوا في التأمل في الخليقة والسماء والأرض. الشيء الآخر برعوا في الفلك، اجتهدوا في الحساب والهندسة. ثامنا قاسوا الزمن ووضعوا التقاويم القمرية والشمسية، وضعوا أوائل القوانين المدونة مثل قانون أورمو وقانون شنودة وقانون حمورابي. اخترعوا العجلة ومركبات الخيول، أبدعوا في الأدب الملحمي لصياغة فلسفتهم عن الخلود. هذا بالنسبة 11 نقطة بالنسبة لي ما هو موجود في أذكر الإنجازات الحضارية لإنسان بلاد وادي الرافدين. النقطة السابعة بين الآراء الخاصة بأصل معنى كلمة العراق. كلمة معنى العراق موجودة أيضا في الكتاب، هي أول شيء يعني في بداية الفصل موجودة مثل العراق. نجي معنى كلمة العراق والأسماء التاريخية لها. نشوف السؤال هو كان شنو السؤال، يقول بين الآراء الخاصة بأصل ومعنى كلمة العراق. بما أنه ما محددني، أصل اسم العراق عربي الأصل ويعني الشاطئ أو السيف البحر، وأن أهل الحجاز يسمون البلاد القريبة من البحر عراقا لدنوه من البحر ولأنه على ضفاف نهري دجلة والفرات. يرجع الاسم إلى تراث لغوي من العراق القديم وتعني المستوطن، ولفظها أوروك وهي الكلمة التي سميت بها المدينة السومرية الواتار. وأول من استعمل كلمة العراق ورد في العهد التيشي منتصف الألف الثاني. أيضا للعراق أسماء تاريخية منها وادي الرافدين بلاد ما بين النهرين، أي منطقة محصورة بين دلتا والفرات، وكذلك أطلق عليه أرض سواء. يقول مما يتألف المجتمع العراقي القديم، أعتقد 4 نقاط يتألف المجتمع العراقي القديم. يتألف المجتمع العراقي القديم عندنا المجتمع العراقي القديم يتألف أول شيء من الأسرة الحاكمة، ثانيا فئة النبلاء وأصحاب الأقطاعات والملاك وكبار الكهنة والموظفين وقادة الجيش، وثالثا عامة الناس
وعندنا طابعا الرقيق أو العديد. النقطة السؤال الآخر يقول: ما الجوانب التي اعتمد عليها الاقتصاد في العراق القديم؟ هي الزراعة والتجارة والصناعة. علم السؤال 10 يقول: علم ما يأتي: اعتمدت الحياة الاقتصادية في بلاد الراتبين على الزراعة، السبب لوفرة التربة القصبة ووفرة المياه والمناخ الملائم للكثير من المحاصيل الزراعية. اهتم ملوك بلاد الراتبين بتشريع القوانين، وذلك بسبب نمو المجتمع وتعقد الحياة الاجتماعية، لذا تطلب هذه القوانين لتنظيم العلاقات والمعاملات بين الناس. ثالثا، تطور الرأي الصحي في وسط وجنوب العراق، السبب لكون وسط وجنوب العراق منطقة متوسطة بطيئة الانحدار، وكذلك لوجود نهري دجلة والفرات ساعد على الري السيحي وتكوين الأهواء في المنخفضات. يقول: تعدد الآلهة في العراق القديم، لأن الديانة كانت تحدد سلوك الإنسان وحياته وعاداته وتقاليده وأعرافه، وكذلك ارتباطها بالمظاهر الطبيعية كالقمر والشمس والأرض وغيرها. هذا السبب. قال أعزائي الطلبة ما موجود في حل أسئلة الفصل الثاني لمادة الاجتماعيات للصف الأول متوسط. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك ليصلك كل ما هو جديد، وإحنا إن شاء الله مستمرين معكم في حل جميع أسئلة الفصل الخاصة بمادة الاجتماعيات. أسئلة الفصل صفحة 47 و48. لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.